خاتمة هذا الكتاب المبارك؟ خاتمة بكتابه ده صنع بكتابه ده. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا في هذا القسم نعم خدا نبي كتابه ده أي علمي أبتشتغوتي أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت أمريك باي قلبي ما با إيمانه ما با تجري داندني أو نا باي مرني رانه وأنه يجب على المسلم قبل أن يدخل في الإسلام أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله سواج إنسانك حست كتكهوه دين إسلامياتي أو غري باري دين إسلامياتي چه دلالاتا چه بيسي إنا كريا أو غري وانا را بوه كافر دا صادجة بوه إسلامياتي دا فلا يمكن أن يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر سواج إنسانك نكره هم مسلمان وهم طاوي رهيبي را كبر را دارا را عبادته بك ولا يطيع العلماء والأمراء في معصية الله تو وقتي نا أميري خرا ندا علماء را نكره معصية رب العالمين را اتعاده بك يحذر من الشيطان الشيطين بقرنا ولا يمكن أن يرضى بأن يعبد من دون الله كأن يرضى بأن يسجد له إنسان مثلا تو وقتي إنسانك نكره گری راضی نه وکی از رب عالم پیشتر یک بیار سجده بکه او یدعو الناس الى عبادته تو وقتی گری راضی نه وکی عبادته که رب عالم را تکرنه بیار بکرنه ولا يمكن ان يدعي شيئا من علم الغيب لان هذا كفر اكبر اساجی مبرکی مسلمان نکره تو وقتی بیجه از غیب زانم چونکی مبرک بیجه از غیب زانم اواد که وک کفر مزنده ولا يمكن ان نحكم الا شريعه النبي عليه الصلاه والسلام نکرن حاکمیا شریعت پیغمبر پیشتر تشکیدنی تخنه حاکمیت خدا والله اعلم والله اعلم.